مقاولات تحرير السفينة إيفر جيفن الجانحة في قناة السويس مستمرة، والشركة المالكة تتوقع تعويمها في وقت قريب. لكن سفينة بحجم ناطحة سحاب كيف يمكن تعويمها؟ بداية تقوم الجرافات بإزالة الطمي حول السفينة الضخمة التي يقدر طولها بنحو 400 متر وعرضها ب 59. في ذات الأثناء تقوم زوارق سحب موجودة على جانبي السفينة بدفعها برفق في محاولة لإكسابها قوة دافعة. أيضاً في المقدمة تعمل جرافة واحدة على الأقل بالحفر في الضفاف الرملية للقناة لإفساح الطريق أمام السفينة، بينما يتم عكس اتجاه سفن الشحن الموجودة خلف إيفر جيفن لإخلاء القناة، وسيتم عمل الشيء نفسه مع السفينة حال تخليصها. فيما تتجنب السلطات تفريغ الحاويات من السفينة المقدرة أعدادها ب20,000، لأن ذلك سيستغرق أياماً، وهو الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه. بالنسبة لسفينة إيفر جيفن التابعة لشركة إيفر جرين، هذه ليست الحادثة الأولى لها. عام 2019 اصطدمت بعبارة صغيرة راسية في نهر إلب بمدينة هامبورغ الألمانية الساحلية. وقد قدرت مجلة الشحن لويدز ليست أن كل يوم يتم فيه إغلاق قناة السويس يعطل أكثر من 9 مليارات دولار من البضائع المفترض أن تمر عبر الممر المائي.